السؤال الثالث الفقرة A، مثل بيانيا الدالة h x تساوي سالب مطلق x ناقصا واحد زائد اثنين بعد إكمال الجدول التالي. فالجدول عندي جاهز، لو ما أعطاني الجدول جاهز أنا راح أطلع صفر المطلق، أخلي ما داخل المطلق يساوي صفر، يعني أقول x ناقصا واحد يساوي صفر، فالx يساوي واحد، فراح أخلي الواحد في النص وراح أخذ قيمتين على اليمين 2 و3 ونقطتين على اليسار 0 و1. طبعا هني أعطانا الجدول جاهز، أنا راح أطلع قيمة الواي، فإحنا راح نعوض عن كل قيمة في الإكس في هذه الدالة وأكمل هذا الجدول. فلو عوضنا عن سالب واحد ممكن نستخدم الآلة الحاسبة، راح يعطينا هني صفر، هني لو عوضنا بالصفر بيعطينا واحد، هني اثنين، هني راح يعطينا نفس القيم اللي طلعناها فوق، لأن في تماثل في دالة المطلق حول رأس المطلق، فهني واحد وواحد، وهني راح يكون أيضا صفر وصفر. ممكن نتأكد من هذا باستخدام الآلة الحاسبة. طبعا الحين راح نمثل بيانيا هذه الدالة، لو مثلناها بيانيا ورسمنا في البداية محور واي وهذا محور اكس، هذا واي وهذا اكس. طبعا عندي النقاط انا في الاكس من اكبر شي 3 واصغر شي سالب واحد، هاي سالب واحد، هاي واحد، هاي اثنين، هاي 3، وفي الواي اكبر شي 2، فهذا الواحد وهذا الاثنين. عندي سالب واحد وصفر، هذه النقطة هي على الاكس سالب واحد وفي الواي صفر، فهذا نقطة. عندي صفر واحد، هذا صفر في الاكس وهذه في الواي واحد. عندي واحد واثنين، هاي واحد في الاكس وهذا الاثنين، وبعدين اثنين واحد. لاحظ ان النقاط راح تكون بهذا الشكل المتماثل، وعندي في الاخير 3 و0. لازم يكون شكل دالة المطلق اما بهذا الشكل حرف V او بهذا الشكل مقلوب اذا كان طبعا ما قبل المطلق سالب. فراح اوصل بالمسطرة النقاط الثلاث لهني، واوصل النقاط الثلاث ايضا لهني، بيكون عندي هذا الشكل حق دالة المطلق المطلوبة. فهذه هي الدالة h x. طبعا طلب مني في b حدد مجال الدالة. طبعا مجال الدالة نشوف ان هذا هني في سهم وهني في سهم، فهذه رايحة الى ما لا نهاية من اليسار ومن اليمين، فاحنا شملنا كل قيم الاكس، فهني المجال راح يكون هي مجموعة الأعداد الحقيقية. المطلوب الثالث C، صف الإزاحة في التمثيل البياني للدالة HX. طبعا احنا اذا بنوصف الإزاحة احنا قاعدين نوصف الإزاحة بالنسبة الى الدالة الأم اللي هي HX تساوي مطلق X، فهني نلاحظ ان فيه طبعا إزاحة، كم إزاحة للأعلى وحدتين، وفي إزاحة لليمين لأن احنا كنا هني في البداية عند الصفر والرأس صار عندي عند الواحد، ففي إزاحة وحدة لليمين مع إزاحة وحدتان، لأن هذا هي كانت هني بعدين صارت هني، فنقول وحدتان للأعلى. طبعا ممكن نعرف هذا الشيء من المطلق نفسه بدون من الرسم، ان هني سالب واحد فراح يكون لليمين وحدة، واذا كان هني موجب اثنين فنقول وحدتان للأعلى. لما يكون هني زائد راح يكون وحدة لليسار، ولما يكون هني سالب يكون وحدتين للأسفل. طبعا لو طلب مني ايضا اصف التحويلات الهندسية في هذه الدالة، نقول قبل الإزاحة ان في انعكاس لمنحنى الدالة حول المحور X، بس هو طلب مني طبعا بس الإزاحة.